تاني وصفه معانا للنهارده هي اكواب موس الشوكولاته بالبرتقال. طبعا الشوكولاته والبرتقال مع بعض بيعملوا يعني طعم لذيذ جدا وبيليقوا على بعض. فالنهارده احنا هنعمله هنعمل الموس بتاعنا بنكهه البرتقال. طيب علشان نعمل الوصفه بتاعتنا عايزين 2 كوب شوكولاته، ممكن يكون يعني تشوكليت شيبس او لو شوكولاته عاديه ممكن تبشروها او تكسروها صغير. عايزين قدامهم 1 كوب كريمه مخفوقه وعلبه قشطه، 2 معلقه كبيره برتقال مبشور، كريمه مخفوقه للوجه وشرائح برتقال برضو ولوز للوش، وطبعا في الاخر انتوا حرين تزينوه زي ما انتوا عايزين. طيب احنا هنا عندنا الشوكولاته بتاعتنا اهي، حطيناها في حمام مائي او البان ماري اهو، وهنجيب دول كده. هناخد بقى دلوقتي اول حاجه هنعملها هناخد القشطه اللي عندنا اهي، علبه قشطه، العلب اللي بتبقى الصفيح دي، العلب الصفيح هو كلنا طبعا عارفينها، في منها كذا نوع، احنا بنشوف النوع اللي انتوا بتفضلوه هاتوه. هنقلب هنا القشطه كده، ولازم تكون يعني الشوكولاته يعني فتره، نقول فتره مش سخنه سخنه، فتره. طيب بعد ما حطينا كده دلوقتي الكريمه هنا، هناخد شويه من الكريمه دي اللي عندنا ونحطها هنا ونقلب عادي، هنقلب عادي خالص. بعدين لما تاخد الكريمه دي هكون طريت شويه القوام بتاعها، هقدر ساعتها اضيف بقيه الكريمه اللي عندنا ونكمل الوصفه بتاعتنا. نقلبها بقى شوية كده. تمام كده، هاخدها بقى دلوقتي واحطها على الكريمة دي هنا ونبتدي نقلب بالراحة خالص علشان يفضل الهواء اللي احنا عملناه في خفق الكريمة يفضل موجود. ناخد كل الشوكولاتة طبعا، هي لسه قوامها ما بقاش قوام الموس اللي احنا عايزينه علشان لسه ما تخفقتش كلها مع الكريمة. اي بقى نكهة عايزين تدخلوها فيه بتقدروا تدخلوها فيه، يعني عايزين تحطوا معاه مثلا شوية جوز هند، عايزين تحطوا معاه اللي انتوا عايزينه بينفع تضيفوه عليه. هناخد كمان دلوقتي البرتقال المبشور ونحط فيه هنا منه. خلينا نحضر الكوبايات. نكمل تقليب. على طول بيجمد، فخليكوا شوية يعني كده، شايفين اهو. هنقلبه بقى لغاية ما كل الابيض ده يختفي خالص، كل الكريمة تختفي وتروح مع الشوكولاتة اللي عندنا. وناخده نحطه في الكوبايات اهو، ابتدى خلاص، هو بارد اصلا، خلاص برد دلوقتي. بس هحط انا
الموس بتاعنا في الكوبايات. الشكل ده ترجمة